دكتور. معلش انا اسف، انا مضطر اقفل عشان عايز اروح. انت عايز حاجه مهمه؟ عايز يا دكتور، عشان انا بقالي يومين ما نمتش، الجسم تعبنا قوي. طيب تحب يعني اجيب لك حاجه صداع؟ صداع؟ بقول لك بقالي يومين ما نمتش، جسمي واجعني قوي. طيب خلاص خلاص، انا هجيب لك حاجه للصداع بس اكسترا. اكسترا ايه بس؟ وانت فاكرني ايه؟ فاكرني في عندي لابس جرافطة؟ انا مش فاهم، امال انت عايز ايه بالظبط؟ عايز مهدئ كده منشط بتاع الايام دي. ايوه بس ده هيبقى محتاج لروشتة. روشتة ايه؟ انت بقى عليك جديد هنا؟ امال فلان الكبير اللي هنا ده؟ يا عم عطية، يا عم عطية. دكتور عطية مش هنا. الله 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 الله، دي اللغة اللي بتبنى ولا ايه؟ والله دي اللغة بتاعتي، ولو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب البوليس. بوليس؟ طالما بوليس ببوليس بقى طب خد. سترك يا رب، سترك يا رب، سترك. اطمن، ما تخافش، ان شاء الله سليمه. ما الدكتور طمني. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. تعال يا حبيبي، حاضر. طمني يا بنت خيي. الحمد لله، جرح سطح. ممكن حد يبات معاك مرافق ده ولا حاجه؟ اه من حقك، بلاهم في الاداره وهم يعملوا اللازم. كله من الحارة الزفت دي، ما قلت لك 100 مرة نبيع الصيدلية ونروح لحتة أحسن. مش وقت يا مهدي يا حبيبتي، الكلام ده اللي نبيت نتكلم فيه بعدين، بس أطمن على ابني. شيخ بلاش قرف، خارج أشرب سيجارة برا. الحمد لله على السلامة حبيبي. كده برضه تخدنا عليك يا تامر. أول مرة أكلمك وما تردش عليا، ما تتكلمش ما تتكلمش. المهم الحمد لله على سلامتك. أوف. لحقتي تشربي سيجارتك؟ ما شربتش سيجارة، ما فيش مكان في المستشفى اللي تقرف دي أشرب فيه سيجارة. بقول يا حبيبتي، طب ما تاخد عربيتك وتروح أنت وأنا قاعد جنبه لحد بس أنا أطمن. يا سلام، ما ينفعش، لازم أقعد معاك. اتفضل، في امين شرطه بره عايزك. عايزني انا ولا انت؟ لا مش عايزني انا، عايزك انت عشان المحضر بتاع تامر. انا هقول ايه في المحضر ده؟ وانا ايش عرفني يا راجل؟ يا اختي ايه الخيبه دي؟ سلامتك يا تامر. عطيه عبد الحميد ولد المجني عليه؟ ايوه سيدي قال. اتفضل معايا السيده على حضرتك عشان تيجي تكمل المحضر في الاسم. حاضر، حسبي الله ونعم الوكيل. حضرتك بتتهم حد في الحاره؟ والله يا ابني ما بتهم ولا بعمل، بقى انتوا مش عارفين الواد اللي ضربه وجري. حضرتك تيجي تكمل محضر في الاسم. طب سيد شكرا. الف سلامه.